الرسمة جاية في شكل بوزل كما كنا نقوله، من قطعة تكون لوحة كاملة. معناها لا يمكن أن تعزف قطعة على أختها ولا أخوها ولا من أقاربها. معناها نسيج المجتمع يكون معناها الوطن كامل، ولذلك يجب أن نحافظ عليه كله بأكمله، معناها بأبسط قطعة البازل اللي تشكل المجتمع، ونحافظ عليه وإن شاء الله نحسن أحسن في تقدم في شكل درج. معناها هي لوحة من البازل لكن فيها قطع مكونة للبازل كامل في شكل درج، معناها في تقدم وأمان وسلم للناس الكل. ربي معكم، رسم أمل السلامة.